مشاهدينا الكرام، تابعنا كلمات بداية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الترحيب بمختر ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وهي مؤسسة دولية تابعة للبنك الدولي. وهذا المؤتمر الصحفي الذي يسبق توقيع مجموعة من الشراكات بين مصر وبين هذه المؤسسة الدولية لتقديم الاستشارة الدولية. وكما قال رئيس مجلس الوزراء في كلمته سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، فإن هذه الخطوة هي تأكيد على التزام مصر بما تقعقدت عليه مع البنك الدولي. معي الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي تحليلا لهذا الموضوع. الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، دكتور السيد تحياتي واهلا بحضرتك. مساء الخير على حضرتك وعلى كل السلام المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني شايف هذه الشراكه بين مصر ومؤسسه التمويل الدوليه؟ في البداية طبعا خلينا نقول ان الدولة المصرية بتسعى الى توطيد العلاقات بشكل كبير جدا مع العديد من المؤسسات الاقتصادية ومع الدول ايضا، وده بيهدف الى تعزيز الاستثمارات بشكل كبير جدا ومشاركة فعالة لدعم وتعزيز القطاع الخاص الذي ارى انه ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية. نعم. فبالتالي مؤسسة التمويل الدولي هيكون لها دور استشاري كبير جدا في توسيع الاستثمارات في مصر، واعتقد انها أداة تسويقية مهمة جدا لتسويق الاقتصاد المصري، خاصة ان الدولة المصرية بتسعى الى تعزيز دور القطاع الخاص من خلال الاتجاه الى حوكمة الشركات المصرية. نعم. وتعزيز الافصاح وتطبيق الشمول المالي، وده هيكون ليه دور مهم جدا في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وازاي ان احنا نقدر نعمل على تمكين القطاع الخاص. واعتقد ان مؤسسة التمويل هي رائدة ومؤسسة إنمائية عالمية بتركز على دعم القطاع الخاص خاصة في الدول النامية والدول. نعم. الناشئة. نعم دكتور السيد، يعني رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وقبله السيد مختر ديوب تحدثوا عن موضوع الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، ما أهمية هذا الموضوع في رأيك؟ بالتأكيد طبعا الاستثمارات الغير مباشرة خاصة في البورصة المصرية لها دور مهم جدا من خلال طيب عودة عفوا سيد الدكتور السيد وعودة مشاهدينا الكرام، نتابع الآن توقيع هذه الاستشارات وابقى معي ارجوك دكتور سيد. يعني نعم شكرا. ولمتابعة تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية لطروحات القطاع الخاص بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، يوقع كل من السيد محمود السقا مستشار رئيس مجلس الوزراء للطروحات والدكتورة ليندا رودو مسؤولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية. شكرا لحضراتكم، نشكركم جزيلا. السادة الإعلاميين، نشكر حضراتكم جزيلا.
إذن تابعنا مشاهدينا الكرام توقيع مصر على هذا البروتوكول للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في منح وتقديم الاستشارات للطروحات الحكومية في البورصة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في الاقتصاد. وأعود للدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي. دكتور، يعني كنا نتحدث عن أهمية الطروحات ومشاركة القطاع الخاص، وكنت تتحدث عن هذا الموضوع، تفضل. بالتأكيد طبعا الطروحات الجديدة أعتقد هيكون لها دور مهم جدا في تنشيط الاستثمارات وجذب مزيد من الاستثمارات على المستوى الأجنبي والمستوى المحلي. أيضا في ظل طبعا الاختلالات الهيكلية اللي بتواجه العالم، أعتقد حجم الطروحات سيزيد من فرص إنعاش البورصة المصرية وتحقيق التوازن في أداء البورصة المصرية طبعا في ظل المناخ الاستقرار الداخلي والسياسي اللي بتشهده مصر والبيئة التشريعية التي تقدمها الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة. طيب اسمح لي دكتور سيد، يعني واحد من المواطنين هيسمعنا الآن يقول لك أغلب الناس ما بتشتغلش في البورصة المصرية، أهمية هذا الموضوع وعايزين نوضح لهم هذا بشكل صريح وجاد. شوف حضرتك، نحتاج الفترة القادمة إلى التسويق والترويج الجيد للبورصة المصرية وتوسيع ثقافة الاستثمار. نحتاج إلى دخول مزيد من الشباب في الاستثمارات الغير مباشرة، وهي دي فعلا الاستثمارات المهمة الفترة المقبلة. واعتقد فكرة اللاوعي وعدم الثقافة بالاستثمارات الغير مباشرة نفتقدها كثيرا، فبالتالي نحتاج مزيد من توسيع القاعدة الاستثمارية خاصة في البورصة المصرية. وبالفعل احنا الحمد لله مصر بدأت يكون لدينا العديد من تسهيل الإجراءات من خلال المرونة الاقتصادية في التعامل على مستوى القطاعات، سواء القطاعات الاقتصادية في الاستثمار على أرض الواقع أو الاستثمار الغير مباشر في البورصة المصرية. نعم. وده هيكون ليه عوائد كبيرة جدا في دعم التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة. ولما نيجي نتكلم برضو على دور البورصة المصرية كأداة للتمويل، وأن أداء البورصة المصرية عندما يتحسن نقدر شركات كتيرة أن هي تدخل البورصة المصرية لتسجل فيها وتكون أداة مجانية للتمويل، خاصة مع ارتفاع تكاليف التمويل الآن الموجودة سواء في مصر أو في الخارج. بالتأكيد طبعا كلام حضرتك مظبوط، خاصة أن فكرة الإنعاش في البورصة المصرية وتحسن أدائها بينعكس على كافة المؤشرات الاقتصادية، بيكون ليه دور مهم في خلق التنافس. يعني فكرة الميزة التنافسية نحتاجها كثيرا الفترة اللي جاية في خلق التنافس بين الشركات التي تعمل في البورصة المصرية. واعتقد لابد ان يكون هناك زيادة في الافراد، لازم يكون فكرة مشاركة كبيرة للشباب في شراء وفي التعامل مع البورصة المصرية، وده خلينا نقول ان هو هيكون ليه دور مهم جدا في تعزيز فرص العمل لدى الشباب. نعم. دكتور السيد، لما نيجي نتكلم على أهمية الاستثمار المباشر وغير المباشر، ونتحدث الآن عن استخدام جهة دولية مثل المؤسسة التمويل الدولية كاستشاري سواء للطروحات أو تقديم المشورات للحكومة المصرية في هذا الاختصاص، كمتخصص وخبير اقتصادي كيف ترى أهمية والمغزى من وراء استخدام مثل هذه المؤسسة الدولية في ذلك؟ بالتأكيد طبعا خلينا نقول مشاركة المؤسسة الدولية من خلال فكرة الاستشارات للاقتصاد المصري، ده بيعكس الثقة الكبيرة لأداء الاقتصاد المصري، وأن الدولة المصرية لديها رؤى اقتصادية مستقبلية، وأن الاقتصاد يسير بخطوات ثابتة رغم الصدمات اللي بتواجه العالم، وبنشوف مدى تلك التوترات في التأثير على الاقتصاديات خاصة الدول النامية. مصر لديها سوق كبير جدا في الاستثمارات وفي فتح آفاق استثمارية جديدة من خلال الاتجاه إلى تطبيق الشمول المالي والحوكمة، وأن يكون هناك جهة محايدة في إخراج كافة التقارير والإفصاح عن الشمول والشفافية في التعامل، وده بيفيد طبعا المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي، وبينعكس على أداء الاقتصاد المصري. فكرة الاستشارات دي فكرة مهمة جدا، وأعتقد أن مصر ستكون رائدة في هذا المجال خلال الفترة القادمة، وده بيساهم في تعزيز فرص الاستثمارات
وتعزيز فرص العمل، وبينعكس على العديد من المؤشرات الاقتصادية. اعتقد مؤسسة التمويل الدولية هدفها الاساسي هو تحسين مستوى المعيشة والمشاركة الزائدة للقطاع الخاص في عملية الاستثمارات، واحنا بالفعل الفترة الاخيرة مصر بتحاول جاهدة الى تعزيز دور القطاع الخاص كأنه ركيزة اساسية من ركائز التنمية الاقتصادية، ولكن مع توفير البيانات الحقيقية والمعلومات ده اعتقد هيكون ليه دور مهم جدا في توسيع الاستثمارات وفي توسيع القاعدة الصناعية. نعم. وفي الدعم الكامل للقطاع الخاص المصري اللي بينعكس على زيادة فرص العمل للشباب وانخفاض معدل البطالة. نعم. طيب دكتور السيد، يمكن كنت اتحدث منذ قليل قبل هذا المؤتمر عن حياة كريمة، وكنا نتحدث عن فكرة أن يكون لدى المواطن العادي نوع من أنواع العمل الخاص به، وبنتكلم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وحضرتك ذكرت أيضا منذ قليل فكرة أن يكون الشباب لديهم عمل خاص بهم بعيدا حتى عن فكرة الاستثمار، يعني ده جزء وده جزء. لو ده طبقناه على حياة كريمة، وطبعا أكيد البنك الدولي أشاد قبل كده بمشروع حياة كريمة. طبعا مشروع حياة كريمة من المشروعات الأهم في تاريخ مصر، ده بينعكس بشكل كبير جدا على تطوير الحياة وتحسين مستوى المعيشة، وكذلك خلق فرص عمل خاصة للمرأة المصرية والأسرة المصرية، وجعل الأسرة المصرية أسرة منتجة. كمان فكرة إنشاء المصانع التكميلية في العديد من القرى المصرية، ده أيضا هيكون ليه دور مهم جدا. نعم. في توفير فرص العمل وفي المساهمة لدعم الشباب في الإنشاء العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن المشروعات الصغيرة لها دور مهم جدا في دعم الصناعات الثقيلة، وده دول عديدة نجحت في تلك التجربة في دعم الصناعات الصغيرة، خصوصا احنا عندنا محافظات مهمة جدا زي محافظات الصعيد، وده خلينا نقول فكرة انشاء مشروعات متوسطة وصناعات صغيرة وحرفية ويدوية، ده هيخلي الاسرة المصرية اسرة منتجة بشكل كبير، وبالتالي هناك انعكاس كبير على تحسن اداء المعيشة. ايضا فكرة تقليل نسب الهجرة من المحافظات في الصعيد الى المحافظات الاخرى، فده طبعا هيقلل جزء مهم جدا فعلا. بالتالي دعم المشروعات، احنا النهارده بنشوف كل محافظه ايه الصناعه المتميزه فيها، فبالتالي بنبدا ننشئ مجمعات صغيره ومتوسطه لدعم الشباب. ايضا الدوله بتقدم العديد من الحوافز التشجيعيه لتشجيع الشباب وعدم الاعتماد على طبعا الوظائف فكرة الحكومية. الوظيفة. نعم نعم. أنا وصلت الفكرة. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، بشكرك على وجودك معنا وعلى تعليقك على هذا الموضوع الهام. وانضم إلي عبر الهاتف الآن الدكتور وليد جبلله الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع. دكتور وليد تحياتي وأهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا أستاذ حسام، وأهلا وسهلا بكل مشاهدين نيل الأخبار. دكتور وليد، يعني هذا التوقيع في رأيك ما أهميته، وما أهمية أن تكون مؤسسة دولية زي مؤسسة التمويل الدولية استشاري للحكومة المصرية، سواء في موضوع الطرحات الحكومية للشركات في البورصة المصرية أو لغيرها؟ هو خليني في البداية أبدأ وأقول إن مؤسسة التمويل الدولية هي أحد أهم أزرع مجموعة البنك. نعم. الدولي. هذه المؤسسة تعمل في مجال تمكين القطاع الخاص في كل دول العالم وتشجيعه وتقديم الاستشارات وتقديم التمويل. مصر لديها تعاون تاريخي مع مؤسسة التمويل الدولية، هناك محفظة من التعاون تبلغ نحو 1.5 مليار دولار في قطاعات متنوعة، في قطاع أسواق المال، تمويل التجارة، التعليم، الصحة، التصنيع، تجارة التجزئة، السياحة، قطاعات كثيرة الحقيقة وقطاعات متنوعة بتقدم فيها مؤسسة التمويل الدعم المالي والدعم الفني والاستشارات. فالتاريخ طويل. نعم. كان كمان قريب كان هناك توقيع ثلاث اتفاقات مع القطاع الخاص في مجالات العمل المناخي وتحلية المياه، بالتالي فإن هذا التعاون الطويل يؤهل إلى مزيد من تطوير العمل مع تلك المؤسسة، سيما وأنه في مارس الماضي مصر كانت وقعت إطار شراكة مع مجموعة البنك الدولي، شراكة قطرية
في خلال هذا الاتفاق بيتم الاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية لمواجهة تحدي بيواجه الحكومة المصرية في هذه المرحلة. هذا التحدي متمثل في أن الظرف العالمي صعب جدا، حجم الاستثمارات المباشرة عالميا منخفض جدا ارتباطا بالتداعيات الصعبة اللي بيواجهها الاقتصاد العالمي حاليا، بينما في مصر، مصر أعلنت عن وثيقة سياسات ملكية الدولة وأعلنت عن تخرجها من عدد من القطاعات وطرحها عدد من الشركات. الدولة تريد بالفعل وهي جادة في تنفيذ توجهها في عملية التخارج، ولكنها تبحث عن تخارج عادل. القضية في مسار البحث عن تخارج عادل بأسعار عادلة للشركات التي سوف تطرحها وسوف تتخارج منها، هي تبحث عن تخارج عادل في وقت يمر به الاقتصاد العالمي بصعوبة كبيرة جدا. من هنا يأتي دور مؤسسة التمويل الدولية، وهي لها دورين الحقيقة أنا شايفهم دورين مهمين جدا. الدور الأول متعلق بتقديم استشارات وتقديم ترويج للفرص الاستثمارية في مصر عن طريق هذه المؤسسة الكبرى اللي هتساعد على تفعيل عملية التخرج من بعض القطاعات وطرح عدد من الشركات، فضلا عن أنه كل تحدي أو كل تأخير يمكن أن يكون بسبب الظرف العالمي عندما تكون شريكا في مؤسسة التمويل الدولية فبيكون مقدر عالميا، مقدر من المؤسسات الدولية. حجم العمل في مصر كبير، حجم الشركات التي تطرحها مصر هي شركات ثقيلة تحتاج إلى الكثير من العمل. وجود مؤسسة التمويل الدولية هيساعد، وفي نفس الوقت هيؤدي إلى تفاهم كبير من المؤسسات الدولية بما يحدث في مصر. نعم، لما نيجي نتكلم عن طرح قطاعات او شركات حكومية في البورصة المصرية، ماذا ستستفيد هذه الشركات؟ ماذا ستستفيد الحكومة؟ ماذا ستستفيد البورصة المصرية؟ وماذا سيستفيد المواطن؟ انا عايز تديني صورة شاملة للفكرة عشان المواطن يفهم احنا بنتكلم على ايه. الاساس يبدا من وثيقة سياسات ملكيه الدوله والاعلان عن طرح عدد من الشركات في اطار تخارج بتتخارج فيه الدوله من عدد من القطاعات حتى يحل محلها المستثمرين والقطاع الخاص. ياتي بعد ذلك اليات الطرح، قد يكون الطرح عن طريق المستثمر الرئيسي او الاستثمار المباشر بالتفاوض مع الحكومه، وقد يكون الطرح عن طريق البورصة المصرية. البورصة المصرية لها دور كبير جدا في تعبئة الموارد وزيادة قدرة المستثمرين على الحلول محل الدولة في الشركات اللي بيتم طرحها. طرح الشركات في البورصة ده شيء مهم جدا، لان احنا لما بنتكلم عن البورصة بنقول من اين تبدأ عملية البورصة؟ هل طرح شركات ناجحة سوف يكسب مستثمر؟ أم أن زيادة المستثمرين الكبار في البورصة ستشجع على الطرح؟ الحقيقة أن الدولة بتشتغل على المحورين، هي بتشجع المستثمرين وبتحفزهم وبتحاول تعمل عملية تطوير مستمرة في البورصة رغم التحديات، وفي الجانب الآخر هي بتعمل على طرح نسب من شركات رابحة تكون جاذبة للمستثمرين، بما يؤدي إلى زيادة حجم البورصة المصرية وزيادة حجم التبادل ودعم البورصة المصرية لتوجه الدولة المصرية من خلال تطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد جبالله، الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع. ومشاهدينا الكرام، دعونا ننتقل الآن إلى العاصمة الإدارية مرة أخرى، ولكن هذه المرة مع مراسلنا هناك هشام حامد مراسل النيل من العاصمة الإدارية من مقر مجلس الوزراء. هشام تحياتي، وأهم النقاط التي تم طرحها في هذا المؤتمر الصحفي والتوقيع على هذه الوثيقة. نعم، يعني بعد التحية، الاتفاقيات التي وقعت اليوم بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي ممثلة في مؤسسة التمويل الدولية تهدف جميعها إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري عبر سلسلة من البرامج مثل برنامج الطروحات. رئيس الوزراء تحدث عن هذا البرنامج خلال كلمته قبل التوقيع على الاتفاقيات، وقال إن الحكومة طرحت 32 شركة في يعني جاهز
جاري الإعداد لطرحهم في البورصة، وتم تعيين مؤسسة التمويل الدولية مستشارا استراتيجيا لبرنامج الطروحات بالتعاون والتنسيق الدائم مع اللجنة الدائمة التي تم تشكيلها في مجلس الوزراء بخصوص برنامج الطروحات. طبعا مؤسسة التمويل الدولية هي أحد أذرع البنك الدولي لتعزيز وتمكين القطاع الخاص في البلدان التي تعمل بها، وبالتالي هذه الاتفاقية لتعزيز القطاع الخاص تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتمكين القطاع الخاص ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها في ديسمبر من العام الماضي، والتي تتضمن القطاعات التي ستتخارج منها الدولة بشكل كلي، والقطاعات التي ستتخارج منها الدولة بشكل جزئي، والقطاعات التي لن تتخارج منها الدولة على الإطلاق لأسباب متعددة، منها أن القطاع الخاص يحجم عن الاستثمار في هذه القطاعات، وأيضا لأسباب تتعلق بالأمن القومي. أيضا مؤسسة التمويل الدولية أو الاتفاقيات التي وقعت اليوم مع مؤسسة التمويل الدولية تأتي بعد أشهر من توقيع الاستراتيجية القطرية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027، والتي تتضمن تمويلا بقيمة 7 مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي لمصر. إذن هذه الاتفاقيات كما ذكرت تهدف لتعزيز القطاع الخاص وتمكينه في الاقتصاد الوطني، وهذه تتوافق تماما مع استراتيجية الحكومة ورؤية مصر 2030. بشكرك زميلي هشام حامد مراسل النيل، كنت معي من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية. ومشاهدينا الكرام، كنا نتابع منذ قليل توقيع اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والسيد مختار ديوب رئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وتوقيع بروتوكول تعاون استشاري للمؤسسة الدولية لطرح مجموعة من الشركات الحكومية في البورصة المصرية لتعزيز وتقوية القطاع الخاص، والذي يتماشى مع سياسات الحكومة المصرية الآن لتعزيز تداخل القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. مشاهدينا الكرام، تغطياتنا انتهت حتى هذه الساعة، ولكن لدينا المزيد دائما على النيل الأخبار. ابقوا معنا.